السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم الأعداد من 1 إلى 10. الأعداد يا سابع من 1 إلى 10، بدنا نعرف اليوم إن شاء الله ما هو حكم الأعداد من 1 إلى 10، حكم العدد إلى المعدود تذكيرا وتأنيثا. نبدأ بالعددين 1 و2. العددان 1 و2 يطابق فيهما العدد المعدود، يطابق العدد المعدود تذكيرا وتأنيثا. أنا لما أحكي عن المطابقة، المطابقة تكون بالتذكير والتأنيث، بمعنى إذا كان المعدود مؤنث سيكون العدد مؤنث، وإذا كان المعدود مذكر سيكون العدد مذكر. وفي العددين 1 و2 يجب أن يسبق المعدود العدد، يعني نقول مثلا اشتريت، كما في المثال اشتريت علبة واحدة. لا يجوز أن أقول اشتريت واحدة علبة. لاحظي بأن علبة هي المعدود، أنا الآن بعد بعلبة. علبة هل هي مذكر أم مؤنث؟ هي مؤنث، والدليل تاء التأنيث. واحدة، انظري إلى واحدة أيضا جاءت مؤنث، إذن يطابق العدد المعدود تذكيرا وتأنيثا في العدد 1، ويأتي المعدود قبل العدد. بالنسبة للإعراب، علبة اللي هي المعدود، يعرب المعدود حسب موقعه في الجملة. لننظر إلى هذه الجملة، اشتريت، اشتريت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ماذا اشتريت؟ اشتريت علبة. علبة تجيب عن سؤال ماذا؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره. أما بالنسبة إلى العدد 1 و2 فإنها تعرب دائما نعت، نعت مرفوع مجرور منصوب بحسب المعدود قبله. هنا جاء نعتا منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره. ننظر الآن إلى العدد 2. شارك معلمان 2. شارك فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، معلمان، معلمان مثنى يعرب حسب موقعه في الجملة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. 2، بدي أطلع الآن إلى حكم العدد إلى المعدود. معلمان مفردها معلم، معلم مذكر أم مؤنث؟ مذكر، فيجب أن تذكر 2. لم أقول 2، لو كانت معلمتان نقول 2. ولاحظي بتقدم المعدود على العدد، يعرب المعدود حسب موقعه في الجملة ويعرب العدد نعت. هنا نعت مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. ننتقل الآن إلى الأعداد من 3 إلى 9. الأعداد من 3 إلى 9 يخالف العدد المعدود تذكيرا وتأنيثا، يخالف العدد المعدود تذكيرا وتأنيثا. إذا كان العدد المعدود مذكر سيكون العدد مؤنث، وإذا كان المعدود مؤنث سيكون العدد مذكر، عكس بعضهما البعض. نقول ذهبت إلى فراغ محل تجارية. العدد الموجود عندي 7. الآن هل بدي أكتب 7 ولا 7؟ نطلع. محل مفردها محل، محل نقول هذا محل أم هذه محل؟ هذا محل، إذن هو اسم مذكر. بما أنه عندي 7 يجب أن يخالف العدد المعدود، ذهبت إلى 7 محال تجارية. ماشي، ذهبت إلى 7 محال تجارية. الآن رتب المعلم 3 زيارات. زيارات مفردها زيارة، زيارة هل هي مؤنث أم مذكر؟ هي مؤنث، والدليل التاء، فهي مؤنث، يجب أن تكون هنا إيش؟ مذكر. اشترك 5 طلاب. 5 ماذا؟ طلاب، مفرد طلاب، طالب، طالب مذكر، يجب أن تكون هنا مؤنث، إذن يخالف العدد المعدود. ويجب أن يسبق في الأعداد من 3 إلى 9 عكس من 1 و2، يجب أن يسبق العدد المعدود، يجب أن يسبق العدد المعدود. يعرب المعدود حسب موقع، يعرب العدد حسب موقعه في الجملة، ويعرب المعدود هنا مضاف إليه، يعرب المعدود مضاف إليه. اشترك 5 طلاب. 5 فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، طلاب
مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر الظاهر على آخره. نفس الشيء بيرتب المعلم ثلاث زيارات. ماذا رتب المعلم؟ ثلاثة، ثلاثة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وزيارات مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر الظاهر على آخره. آخر شيء عندي هو العدد 10. العدد 10 يخالف العدد المعدود تذكيرا وتأنيثا. مخالفة العدد المعدود تذكيرا وتأنيثا، ويعرب 10 حسب موقعه في الجملة، أما المعدود فيعرب دائما مضاف إليه. المثال الثالث: قرأت 10 قصص من الاختراعات. نطلع الآن على قصص. قصص هي جمع. كيف أستدل على أنها مذكر أم مؤنث؟ نأتي الآن بالمفرد. مفرد قصص قصة. قصة هل هي مذكر أم مؤنث؟ هي مؤنث. نأتي الآن إلى 10، يجب أن تخالف العدد المعدود، فالآن بكتب 10 بالفتحة. قرأت، قرأت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني في محرف فاعل. ماذا قرأت؟ 10، 10 مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وقصص مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر الظاهر على آخره. لو كانت، خلينا نقول كتب، كتب. قرأت راح تيجيني مثلا قرأت فراغ كتب اللي هي رقم 10. باجي الآن على كتب. كتب الآن هي مذكرة بالدليل بأن مفرده كتاب. كتاب مذكر أم مؤنث؟ هي مذكر. يطاب الآن بدي أطلع عليها، يخالف العدد المعدود. قرأت 10 كتب، 10 كتب. فعشرة هون تعرب مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ومضاف، وكتب مضاف إليه مجرور علامة جره تنوين الكسر الظاهر على آخره. ننتقل مباشرة للكتابة. حروف تكتب ولا تنطق. مر معي في صفوف سابقة كلمات فيها حروف تنطق ولا تكتب. نتذكر مثل هذه، مثل هذا، طه، لكن. لكن الآن الوضع مختلف تماما. الآن حروف تكتب لكنها لا تنطق، عكس هذه القاعدة. قال الأب: يا أبنائي احرصوا على اتحادكم ففيه قوتكم. نلاحظ وجوب ألف الفارقة بعد واو الجماعة. إذا أردنا أن نلفظها نقول احرصوا، لا نقول احرصوا، وإنما نقول احرصوا. إذن الألف ألف الفارقة موجودة، تكتب لكنها لا تنطق. أولو المهن المتقاربة يتعاونون في تطوير مهنهم. أولو لا نقول، إذا بدنا نيجي ننطقها أولو. لاحظي بأن الواو في وسط الكلمة موجودة لكنها لا تنطق، فيها مكتوبة لكن لا تنطق. الأوفياء هم أولئك، لا نقول أولئك، صعبة أصلا بالنطق، فالواو فيها مكتوبة لكنها لا تنطق. عمرو بن كلثوم. الآن الواو الموجودة في كلمة عمرو، وجدت هذه الواو للتمييز ما بين كلمة عمر وما بين عمرو. عمرو بوجود الواو، لكن لا نقول عمرو، وإنما نقول عمرو. عندما نقول عمرو هذه قراءة خاطئة. النار فاكهة الشتاء. الآن إحنا متعودين وإحنا صغار إن إحنا بنكتب زي ما بنلفظ، بنقول النار، 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 هكذا. لكن بلاحظ إن النون هنا نون شمسية، والشتاء الشين أيضا شمسية، فالأل هون الشمسية هي أل تكتب لكنها لا تنطق. جاء الصباح فاستعد الموظفون. لاحظي بوقوع همزة الوصل هنا، همزة الوصل جاءت في وسط الكلمة. إذا جاءت في وسط الكلمة فإنها تكتب لكنها لا تنطق. إذن الكلمات الحروف التي تكتب ولا تنطق في بعض الكلمات هي الألف الفارقة بعد واو الجماعة، الواو في كلمة أولو مثلا وفي كلمة أولئك، عمرو، عمرو، لا نقول عمرو، وإنما نقول عمرو، عمرو بن كلثوم، لا نقول عمرو، فالواو هنا لا تلفظ أيضا. النار فاكهة الشتاء، أل الشمسية لا تلفظ، وأيضا همزة الوصل إذا وقعت في وسط الكلام فإنها أيضا لا تنطق.